يعلن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سوف يعود إلى أرض الوطن بسلامة الله وحفظه يوم الجمعة الموافق للعشرين من مارس الجاري وذلك بعد أن من الله تعالى على سموه بالشفاء ويغتنم الديوان هذه المناسبه ليبتهل الى الله عز وجل ان يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سالما معافى وان يديم على سموه موفور الصحه والعافيه لمواصله جهوده في خدمه مسيره النماء والتطور في مملكه البحرين حفظ الله سموه في الحل والترحال